يعطيكم العافية، كيف أخباركم؟ جاهزين الأمور؟ إن شاء الله. طيب، في أي سؤال؟ أوكي، خلينا اليوم نحاول يعني نكمل ما تبقى من أشياء بسيطة في Chapter 3. المرة الماضية طلعنا على الهاردوير Realization تبع Parallel Ports، فشفنا كيف شكل البورت A، كيف شكل البورت B، شو الكومبوننتس بشكل عام الموجودة حتى تمكنني أن أسوي implementation لهذول الـ. الآن إذا نرجع باك يعني مثلا على البن، مثلا البنز من RB0 to RB3، نلاقي أنه حكينا RB0 تحديدا في له وظيفة إضافية اللي هي الإكسترنال انترابت، وفيها هذا الباث اللي هو فعليا بوديني وين حكينا؟ على الانتربت سيركت، وبيسوي سيت للانتربت فلاج بغض النظر، هاي نقطة مهمة، بغض النظر إذا أنا كنت مسوي إنيبل للانتربت ولا لا، الفلاج will be always set، يعني الهاردوير شغال وبيراقب وبيسوي سيت للفلاج. It is you, the programmer, who decides what happened when this flag is set. إما أنت بتكون مسوي إنيبل للانتربت أو إنك بتكون عم تسوي عليه بولينج، صح ولا لا؟ طيب الآن مش هون مربط الفرس أو الفكرة اللي بدنا يعني نوصلها. لو أطلع في طريق في هذا الباث بلاقي هون في ديفايس شكله زي شكل البفر اللي بنعرفه من اللوجيك، اللي هو الانبوت تبعه نفس الاوتبوت، لكن مرسوم عليه شيء زي هيك ومكتوب عليه شميت تريجر بفر. مر عليكم شميت تريجر بفر؟ It is a buffer، يعني هو اسمه بفر، لكن آلية عمله شوي مختلفة، فيه فيتشرز إضافية بتلاقيها مع كثير من البنز الموجودة في السيستمز، في الديجيتال سيستمز، وبالذات البنز اللي بتكون edge sensitive pins. البنز اللي بتكون إيش؟ edge sensitive، زي إيش؟ زي الاكسترنال انتربت. الاكسترنال انتربت هو إما على الرايزنج edge أو على الفونينج edge. طب شو بيسوي هاد الكمبوننت؟ هاي الكمبوننت شو بتسوي؟ شو وظيفتها؟ خليني نحكي عنها بشكل سريع. اللي هو الشميت trigger inputs، اللي هو بكل بساطة زي ما حكينا أنه بعض الانبوتس في الديجيتال سيستمز في الاي سيز اللي بتشتريهم اللي بيكونوا ايدج سنسيتيف عادة بيكونوا بيجي معهم ايش؟ شميت تريجر بفر. طيب شو وظيفته هذا البفر؟ شو كيف بيشتغل وليش محطوط؟ بكل بساطة لو اخذ البفر العادي، إذا بتتذكر البفر العادي، البفر العادي إذا بدخل عليه اكس بيطلع عليه، بيطلع منه اكس، هيك بيشتغل البفر. طب شو وظيفته كانت؟ ليش كنا نحطه في الديجيتال سيستمز؟ ما هو لا، ما انا عم بحكي واي تساوي اكس تاء، اللي هو السيجنال امبليفيكيشن، مزبوط. يعني حكينا لو انا عم بنقل فاليو من نقطه A الى نقطه B، ديجيتال فاليو. الان ايديالي اذا ببعث هون 5 فولت المفروض يوصل هون قديش؟ 5 فولت، يعني لوجيك 1، إذا ببعت 0 المفروض يوصل 0، لكن هذا ايديال. بالوضع الطبيعي ما بصير، يعني ما لا يحدث هذا الكلام. ليش؟ لأنه ممكن يصير أشياء كثيرة على الطريق. السلك نفسه في له مقاومة، السلك نفسه في له كاباسيتيف كابلينج مع الجراوند، مضبوط؟ خليها باللون الأصفر، مش مشكلة. ممكن يصير في انترفيرنس على الفاليو، يصير في تشويش على الفاليو من مكان آخر، فممكن الفاليو تفقد قيمتها على جزء من قيمتها على الطريق. فإحنا حتى بي يضل شايف القيمة اللي أنا بعتها، بحط له إيش؟ بفر، على أمل إنه هذا البفر مثلاً لو وصله 3.5 فولت يطلع لي هون إيش؟ 5 فولت. هو الامبليفيكيشن، يعني هذا هدف من الأهداف الرئيسية للبفر. لأن هذا البفر كيف بيشتغل؟ زي كل اللوجيك جيتس، بيكون في له range of values، مزبوط؟ من إلى بيعتبرها لوجيك لو، ومن إلى بيعتبرها لوجيك هاي. لأن هاي المنطقة اللي هون كنا نسميها النويز مارجن، اللي هي تفصل بين اللو والهاي. طيب لو كان الفولتج بهاي المنطقة، شو رح يكون الأوتبوت تبع الجيت؟ شو رح يكون انطباعها عن هاي الجيت؟ ممكن تشوفها انها لوجيك 1 او لوجيك 0. فعشان هيك اللي بيبيعك هذا الجيتس بحكي لك حاول ما تشتغل بالنويز مارجن، لانه ما بضمن لك شو القيمه اللي تفهم او القيمه اللي
اللي بتفهمها الجيت. طيب هون تيجي المشكله بالبفرز. يعني لو جيت تخيلت انه في فاليو عم تتحرك من نقطه الى نقطه، سيجنال عم تتحرك، ديجيتال سيجنال عم تتحرك من نقطه الى نقطه، وهي شيء زي هيك ايديال، كانت صفر صارت 5 فولت صارت 0 فولت. الان بالنسبه لديجيتال سيركت او ديجيتال ديفايس زي هيك شو راح يصير لما يصير في ترانزيشن من صفر الى واحد؟ هل هي فعليا بس راح تشوف صفر واحد او 5 فولت و0 فولت؟ لا، هذا الترانزيشن does not happen in zero time. هذا الترانزيشن عاده بيكون شيء زي هيك، مزبوط؟ فاذا فعليا في وقت بحتاج السيجنال حتى تنتقل من 5 ل 0. طيب بهذا الوقت هي قيمتها عم تتغير، عم تنزل من 5 4 وربع كذا، بعدين بتدخل توصل للصفر. طيب شو الفكره هون؟ الفكره هون انه هذا البفر واي ديجيتال سيس جيت راح تشوف انه هون راح تمر باي منطقه بالنويز مارجن. طيب شو راح تشوف القيمه بهي الحاله؟ ممكن تشوف شيء زي هيك، يعني اذا كان 1 ممكن الانتربريتيشن تبعها انه 1 والله 0 1 0 1 0 1 وهكذا عبين ما تستقر الفاليو. هذا ايش اللي قاعد بيشوفه البفر بسبب مرور السيجنال بفتره زمنيه معينه خلال النويز مارجن اللي القيمه فيها ايش مالها؟ مش محدوده. طيب وين المشكله هون؟ ما تشوفها هيك. المشكله هون انه اذا كانت الفاليو اللي ماشيه على هذا الواير وقاعده تدخل على الديجيتال سيستم هي عباره عن ايدج سيجنال، يعني انا مهتم في الايدجز تبعونها، فبدال ما فعليا اشوف ايدج واحد شو راح اشوف؟ واحد اثنين ثلاث مثلا اربع ايدجز، فراح يصير اربع انتربتس مثلا بدل ما يكون عندي 1 انتربت. فهون بتيجي مشكله استخدام الكونسبت هاد، انه عندي لو وعندي هاي، والترانزيشن هون الفاليو مش محدد، ممكن تكون 1 0. وكل ما طولت السيجنال هي وقاعدة بتنتقل من ليفل لليفل سواء in the down direction or in the up direction، كل ما صارت الترانزيانت ستيت هذه أعلى، يعني وصارت المشكلة أكبر. فهون بتيجي الفكرة لشميت التريجر، هي تكنولوجي مستخدمة حتى تأدرس this problem اللي هي المرور في الترانزيشن بيريود. فكيف بيشتغل الشميت تريجر؟ بفر، هو بفر في النهاية، هيك السيمبل تبعه، تمام؟ والإكس دخلت بيطلع واي تساوي إكس. هلا ممكن يكون الشميت تريجر انفرتر، ما في مشكلة، يكون إكس بار، بسيطة. طيب شو بيميز هذا الشميت تريجر؟ هذا الشميت تريجر نفس الشيء، في عنده لوجيك هاي، في عنده لوجيك لو. لكن ميزة هذا الشميت تريجر انه ما بيغير الاوتبوت فاليو بناء على التغير في الانبوت فاليو الا اذا تحقق شرط معين اضافي. احنا هناك بالبفر العادي اذا مباشره اول ما انتقل من الهاي وادخل في النويز مارجن انا بعرف شو بصير، وبضلني عارف مش عارف شو بصير لغايه ما ادخل في اللو مارجن. هلا الشميت تريجر لا، عنده تو ثريشولدز بنقولوني بين اللوجيك هاي واللوجيك لو، والمنطقه اللي بين التو ثريشولدز زي البفر مش undefined، لا هي نفس الحالة القديمة. شو معناها؟ زي كانوا فيها نوع من الذاكرة، فيها نوع من الهستريسيس. يعني بكل بساطة لو كان هذا التايم وكانت السيجنال خليني أرسم 2 time axis، وكانت السيجنال زي هيك زي ما رسمنا قبل شوي، الآن البفر شفنا كيف رح أشوف، يعني بالنسبة للبفر شو راح يشوف هون؟ طالما انا عم بنتقل من الهاي لللو بمنطقه معينه راح اشوف شيء مش معروف، لو هاي لو هاي لو هاي بعرف شو. هلا بالشميت تريجر لا، الشميت تريجر عنده تو ثريشولدز، كان لازم رسمت على النوت مش مشكله. هدول التو ثريشولد انه طالما الانبوت هاي التو ثريشولدز، طالما الانبوت ما قطع للتو ثريشولدز راح يضل محافظ على الفاليو القديمه، فراح يضل هون
هاي رح يضله هاي لهون بعدين ايش بس يقطع السكند ثريشولد بينزل لوين؟ خليني ارسمها على النوتس احسن يكون في مكان في مجال نلون. يعني لو جينا حكينا انه الانبوت تبع الشميت بشكل عام السيجنال قاعده تتغير هيك من هاي الى لو حتى اكون عملي الترانزيشن يصير اوفر سام بيريود اوف تايم. هذا هو الانبوت تبعي. هلا لو هذا الانبوت داخل على البفر العادي، البفر العادي شو عنده؟ عنده تو ثريشولدز زي عنده تو ثريشولدز. خلينا نرسم التو ثريشولدز. هاي ثريشولد اللي هو بحدد الهاي فاليو، والثريشولد اللي هون بحدد اللو فاليو. مزبوط. هذا اي شيء تحت هذا الثريشولد هو لوجيك لو، واي شيء اباف ذس ثريشولد ويل بي لوجيك هاي. فشو راح يكون الاوتبوت تبع البفر؟ الاوتبوت تبع البفر راح يضل 1 لغايه هاي المرحله. مزبوط. لانه كل شيء كونسيدرد از لوجيك هاي، ولما يوصل عند هاي النقطه راح يصير ايش؟ زيرو. لان ان بتوين ما بعرف ممكن تكون شيء زي هيك، شيء زي مثلا ما في شيء محدد. وهي مشكله حكينا انه صار عندي لكل 1 ايدج صار عندي مالتيبل ايدجز. طيب الشميت تريجر شو بيفرق؟ الشميت تريجر بكل بساطه لو افترضنا له انه له نفس التو ثريشولد تبعون البفر عشان ما نعجق الرسمه، رح يضل الاوتبوت تبعه هاي لغايه عند هاي النقطة بلش ينزل. مزبوط. هلا شو راح يسوي هاد؟ ما بنعرف، خلينا نشوف. الآن عند هاي النقطة أكيد بده يصير إيش؟ بده يصير زيرو. طيب الآن in between عنده قاعدة، طالما الانبوت هي الانبوت قاعد بينزل صح؟ ما قطع التو thresholds، فالاوتبوت تبع الشميت تريجر بيضل الفاليو السابقه، فهو اصلا كان هاي راح يضلوا ايش؟ راح يضلوا هاي لغايه ما اقطع التو ثريشولدز. لو رجع الاوتبوت هون رد طلع، او الانبوت رد طلع هون، ما راح يتغير شيء على الاوتبوت تبع الشميت تريجر. تمام؟ فلاحظ شو صار عندي هون؟ كلين ايدج. عندي كلين ايدج. اوكي؟ ولاحظ كيف الاوتبوت تبع الشميت تريجر هو فاستر ايدج من الايدج اللي داخل عليه. يعني لاحظ الايدج هون بطيء عم بينتقل ببطء من الهاي للو، بينما الايدج اللي هون از فاستر ايدج. طبعا ما في شيء 100% برضه رح يكون في انتقال، بس احنا من ناحيه ايش؟ مقارنه. هلا نفس الكلام لو كان الترانزيشن من لو لهاي، رح يضل الاوتبوت لو لغايه ما الانبوت يقطع التو ثريشولدز. طالما الانبوت ما قطع التو ثريشولدز رح يضل الاوتبوت زي ما هو. فلو قطع 1 ثريشولد ورد رجع ضل زي ما هو. هذه ميزه رح نحكي عنها بشابتر 8 بالشميت تريجر، بقدر اني استخدمها حتى اتخلص من الفلكشويشنز اللي ممكن تصير بالسيجنال. اوكي، فهذه هي فكره الشميت تريجر. فمعظم الايدج تريجرد انبوتس بالديجيتال سيستمز بحطوا لهم شميت تريجرز حتى انه نتخلص من هاي المشكله. وهي رسمه تشبه اللي انا رسمتها، بس هناك انا عم بقارن البفر والشميت تريجر وكيف بيطلع شكله. هذا الموضوع رح اترك لك اياه لك. الاوبن دائما بتركه للطلاب. اوبن درين اوتبوتس، يعني الشميت تريجر هو فيتشر ممكن يكون مع الانبوتس، مع الانبوت بينز. هلا الاوتبوت درين هو فيتشر ممكن يكون موجود مع الاوتبوت بينز، بيسهل لي، بيعطيني فكر يعني ميزات انه هو عباره عن فليكسيبل ستايل اوف اوتبوت ذات كان بي ادوبتد as a start adapted as a standard gate output or direct drive for small loads. شو يعني open drain؟ انه الاوتبوت بيكون معه ترانزستور، هذا الترانزستور الدرين تبعه مش مشبوك مع شيء. ايوه مش مشبوك مع شيء. فانت بامكانك تشبك هون لود مقاومه ليد وات ايفر تو درايف ات. ليش؟ لانه ممكن التيار اللي طالع من هون قليل، فانت بتاخذ الترانزستور وبيسوي لك امبليفيكيشن للكرنت، فبيقدر يسوي درايف للود. ف
يعني له تطبيقات كثيره اطلعوا عليها. اوكي نروح على الموضوع اللي بعده، مواضيع صغيره وسريعه هاي، اللي هي الاوسيليتر. واحنا حكينا اي مايكرو كنترولر بدها كلوك، والكلوك هذه اللي هي البيريدك سكوير ويف عاده ممكن انتجها انا في الديجيتال سيستمز باستخدام different types of circuits, different types of oscillator circuits. أشكال ألوان موجود. المايكرو كنترولر في نهاية المطاف بلزمها إنه يدخل عليها إيش؟ periodic square wave بفريكوانسي أنا بحدده حسب اللي بدي أشتغل عليه. الآن السؤال من وين، كيف أسوي generation لهي الكلوك؟ شو في circuits ممكن تسوي، oscillator circuits ممكن تسوي generation للperiodic square wave؟ في أمثلة كثير عليها، بس بغض النظر عن نوع هاي circuits، الكلوك اللي بحصل عليها من هاي circuits oscillator circuits المختلفة has to be accurate and has to be stable. accurate يعني إذا عم بحكي إنه أنا بدي أصمم oscillator circuit تعطيني 1 megahertz، ف لازم تكون 1 ميجا هرتز تقريبا، يعني 0.9999 accurate to the best I can. مش احكي والله 1 ميجا هرتز المفروض تعطيني 1 ميجا هرتز في تعطيني نص ميجا هرتز، كل حساباتي اللي انا مسويها في البرنامج تبعي ممكن تكون غلط، تصير غلط. It has to be stable. كيف يعني؟ يعني اذا حكيت هي 1 ميجا هرتز والله مش كمان شوي تكون نص ميجا هرتز، كمان شوي 0.75 ميجا هرتز، كمان شوي 1.2 ميجا هرتز، لا بدها تكون as stable as possible. يعني 1 ميجا هرتز حوالي 1 ميجا هرتز بلس ماينس يمكن 0.1% حتى تشتغل السيستم بشكل صحيح. طبعا قيمه الكلوك اللي بدخلها، الفريكوانسي تبع الكلوك زي ما حكينا زمان له قيمه، له ابر فاليو لكل السيستمز. في المايكرو كنترولر تبعتنا 20 ميجا هرتز، فبعد هاي المايكرو كنترولر اشغلها على 1 ميجا هرتز 3 4 20 15، ما بقدر اشغلها على اكثر من 20، ما راح تشتغل بشكل صحيح وحكينا السبب. لكن كل ما زدت الفريكوانسي شو بصير؟ الباور كونسومشن بصير اعلى. فالان السؤال، كيف ممكن، شو في سيركتس ممكن استخدمها تو جنريت بيريودك سكوير ويف؟ في سيركتس مختلفه اوسيليتر تايبس، منها الار سي اوسيليتر سيركت. ذس از ان ار سي اوسيليتر سيركت. السيركت هاي بسيطه من ابسط انواع الاوسيليتر. شو فيها؟ فيها مقاومة، فيها كاباستر، عشان هيك اسمها RC. اتزقنا RC سيركت. فيها شمت تريجر اللي حكينا عنه قبل شوي. لاحظ الفولتج تبع الكاباستر بدخل على شمت تريجر، وهذا هو الاوتبوت تبع السيركت. يعني هون المفروض انا اشوف ايش periodic square wave بفريكوانسي معين. لان كل الاوسيليترز، كل الاوسيليترز حتى يقدر يسوي لي جنريشن لهذا الشيء، دائما بتلاقي فيه فيدباك باث من الاوتبوت للانبوت somehow. هيو بياخذ الاوتبوت تبع الشميت تريجر وبيدخله على البيس تبعت ترانزستور. فاذا كان الاوتبوت تبع هذا البفر هاي، هذا الترانزستور بيكون تيرند اون، وبالتالي بيكون زي كانه في هون ايش؟ مقاومه صغيره الايكوفالنت سيركت تبعته، وبصير هذا الكاباستور يسوي ايش؟ discharge. لو كان الاوتبوت تبع البفر زيرو، الترانزستور ايش ماله؟ اوف. هون عندي اوبن سيركت والكاباستور ايش؟ قاعد بشحن. فلاحظ كيف انا عندي الاوتبوت اللي بده اياه هو عباره عن alternating signal بين هاي ولو، هاي ولو. كيف عم بحقق هذا الكلام؟ اني اشحن كاباستور افرغ كاباستور، اشحن كاباستور افرغ ايش؟ كاباستور. فلو جينا يعني رسمه سريعه يمكن أحسن أرسم هنا ولا هون، يلا ماشي. لو جينا حطينا إنه هذا الفولتج تبع الكاباستور كان صفر، this is VC، هذا الفولتج تبع الكاباستور كان صفر. أوبس. وعند هاي اللحظة شغلت الكهرباء، فبلش شو راح يصير؟ الكاباستور راح يبلش إيش؟ راح يبلش يشحن، فراح يبلش الفولتج تبعه ايش؟ يطلع. لان الفولتج تبع الكاباستور وين داخل؟ داخل على شمت تريجر. فلو فرضنا هدول هم الثريشولدز تبعون مين؟ لشمت تريجر. الان لو وجيت ارسم هون الفي اوتبوت، لان طالما الفولتج
اقل من التو ثريشولدز هون كان راح يضل صفر. طالما الفولتج لسه ما وصل للتو ثريشولدز راح يضله ايش؟ صفر لغايه هاي اللحظه. لغايه هاي اللحظه الاوتبوت تبع الشمت تريجر شو راح يصير؟ راح يصير 1. لان لما يصير الاوتبوت 1 هون يعني 5 فولت او هاي فولتج الترانزستور will be turned on. شو راح يصير؟ It has very low resistance. فالكاباستور فعليا راح يبلش يسوي discharge. فراح يبلش هذا يسوي ايش؟ discharge. لكن هل الاوتبوت تبع الشمت تريجر راح يتغير؟ راح يضل ثابت لغايه ما اوصل للسكند ثريشولد. شو راح يصير؟ راح يتغير لصفر. صار الاوتبوت صفر تبع الشمت تريجر، شو راح يصير؟ الكاباستور راح يرجع يشحن. فراح يبلش يشحن هون لغايه ما يوصل للسكند ثريشولد. هذا راح يضل صفر لغايه ما يصير زي هيك، راح يضلها ايش؟ تتكرر. طبعا اللي راح يحدد قيمه البيريود هي قيم الار والسي، مظبوط؟ قيم اللي هو التايم كونستانت تبع السيركت. في حاله التشارج في عندي تايم كونستانت مختلف عن حاله الديسشارج، لانه المقاومه تتغير، مظبوط؟ المقاومه بتتغير. فهذه هي الفكره بكل بساطه. Very simple oscillator circuit. It is very cheap. شو اللي بدك اياه؟ مقاومه، كاباستور، ترانزستور، وشمت تريجر. However, it is not precise. مش دقيقه 100%. ليش؟ فيها R و C. R و C قيمهم تتغير بالحراره. قيمهم اصلا فيها نسبه خطا، مضبوط ولا لا؟ لكنه بسيط. ممكن اني استخدم هاي السيركت to generate my periodic square. Another option. Another option اللي هم بسموهم the crystal oscillators or ceramic oscillators. الآن شو هي الفكرة هون؟ هذا the crystal oscillator هي عبارة عن special circuit تقدر تسوي generation هون ل periodic square wave، وتتكون هاي من أو تستخدم هاي السيركت new component اسمها the crystal، اسمها the resonator. هذا the resonator ممكن يكون إما مصنوع من الكريستال أو من السيراميك. هو عبارة عن إشي زي المقاومة، two terminal device. طيب شو بيسوي هذا two terminal device؟ المادة المصنوع منها، المادة المصنوع منها تتأثر بالvoltage difference اللي موجود على two terminals. إذا كان في voltage difference على two terminals بتتشوه الميكانيكال structure تبع هذه الكريستال، وهي بتحاول تقاوم هذا التشوه بانها تسوي جنريشن لالكتريك فيلد بالاتجاه المعاكس. فبسبب هي الظاهره اللي هي البيزو الكتريك بروبرتي، مع وجود هذا الفيدباك باث، لاحظ بضلني اقدر احافظ ايش على الالترنيتنج ستيت اون اوف اون. وهذول الكريستلز تشتريهم يعني بيكون مكتوب عليها This is 4.0035 ميجا هرتز، يعني تقريبا مع شويه ايرور، بس بكون اعطيك القيمه الاسميه لهاي الاوسيليتر. بس شو مشكلتهم هدول؟ They are expensive. يعني هاي الكريستال هون ببيعوها 75 قرش دينار المحلات اللي برا. ميزتهم منهم ستيبل وبريسايز، لكنهم برضه ميكانيكلي فراجايل. شو يعني؟ يعني بيخربوا بسرعه. يعني ما هي ازاز، اذا كانها ازاز من جوا، هي بمجرد ما انك وقع منك الاشي ما بتشتغل. بتكون المشكله بسيطه انك تشيل الكريستال هاي وتحط واحده جديده بدالها، بيشتغل السيستم. وكثير من الاشياء هاي الصينيه اللي بتنباع اللي بتضوي وبتطفي ومش عارف مين بيكون فيها كريستال مرات، او الاجهزه البسيطه، ففي بتلاقيها اول ما توقع بتخرب. بتلاقيها اجهزه ثانيه مثلا بسيطه تشتريها هيك ب 5 10 ليرات برضه فجاه بتخرب، توقع اول وقعه بتخرب. فممكن تكون الكريستال خربت فيها. الان هدول الكاباستورز يعني مش جزء رئيسي، لكنهم عباره عن فلترز، وظيفتهم تو فلتر اوت، ولهم طريقه للحساب. يعني لما تشتري الكريستال بيكون معروف شو قيم هدول الكاباستورز اللي لازم تحطهم مع الجراوند حتى تشيل النويز اللي ممكن يطلع من الاوبريشن. فهدول مثالين على اوسيليتر سيركتس. واللي هدول الاوسيليتر سيركتس البيك 1684 وال 16877 تدعمهم. وهذا الحكي نوعا ما ذكرناه سابقا، انه انا لما اجي استخدم هاي المايكرو كنترولر لازم اعطيها كلوك من مصدر معين.
والآن لازم أفهم المايكرو كنترولر شو هو هذا المصدر اللي جايه منه إيش الكلوك، وهي العملية بسويها من خلال إيش الكونفيجريشن وورد. حكينا في عندنا 2 بيتس في الكونفيجريشن وورد، من خلالهم أنا بفهم المايكرو كنترولر إنه الكلوك اللي جايتك هي RC كلوك، إذا حطيت هون قديش 1-1 أو هي كريستال. هدول كلهم options للكريستال، لكن بإيش؟ بفريكوانسز مختلفة، بفريكوانسز مختلفة. مثلاً هون أقل من 200 كيلو هيرتز، هون من 1 لأربعة ميجا هيرتز، وهون من 4 ل 20 ميجا هيرتز، اللي هم هذا بيسموه HSXT أو LP oscillators. الآن الفكرة اللي سؤال ممكن يخطر في بالنا، ليش لازم أحكي للمايكرو كنترولر من وين جاي البيريديك سكوير ويف؟ خلص ما هي مش بيريديك سكوير ويف، يعني ليش لازم أحكي لها؟ ليه ديري بالك الكلوك عم بجيبها من RC circuit، الكلوك عم بجيبها من فريكوانس من كريستال الفريكوانسي تبعها على الأد. يعني إيش هو المادة إنه بفرق النوع؟ الفكرة إنه حكينا اللي بيصمموا المايكرو كنترولرز بحاولوا يريحوك. حتى كيف يعني؟ يعني لما بدك تيجي تبني الأوسيليتر سيركت اللي بدها تعطيك البيريديك سكوير ويف، you don't have to bring all the components. يعني على سبيل المثال على سبيل المثال مثلا إذا أنت عم تستخدم كريستال أوسيليتر، أنت كل اللي بحاجته أنك تجيب الكريستال والتو كاباسيتورز، بينما الانفرتر وين موجود؟ جوا المايكرو كنترولر. مزبوط. الانفرتر موجود جوا، ما فيش داعي انك تحطه. هي هذا داخل المايكرو كنترولر. نفس الشيء بالنسبه للار سي، الار سي انت ما في داعي تجيب الشميت تريجر والترانزستور، موجودين وين؟ جوا. فانت بس بتجيب الار والسي. طيب شو الفكره هون؟ ليه معناها ليش لازم اخبر المايكرو كنترولر؟ عشان تعرف كيف تكمل السيركت. عشان تعرف كيف تكمل السيركت. حتى راح تحكي لي خلص معناها يا بحكي لها كريستال يا بحكي لها ايش ار سي. ليش يكون في ثلاثة مودز للكريستال؟ لانه القيم اللي موجوده جوا هون تختلف باختلاف الفريكوانسي. اوكي، فهي هاي الفكره انه ليش لازم تحكي للمايكرو كنترولر شو نوع الاوسيليتر؟ عشان تعرف كيف تكمل السيركت، عشان هو بده يريحك. هو درع كلا في مايكرو كنترولرز بتجي الكلوك جوا اصلا، يعني الاوسيليتر جوا، الاوسيليتر سيركت موجوده جوا. هلا لاحظ نتذكر مع بعض لما حكينا عن البين اوت تبع المايكرو كنترولر، حكينا في 2 بينز لهم علاقه بالكلوك، اللي هم الاو اس سي 1 والاو اس سي 2 بينز. فواضح انه لما استخدم الكريستال انا راح استخدم ايش التو بينز حتى أشبك أو أبني الأوسيليتر سيركت. لأن في حالة الـ RC أنا كل اللي بحتاجه مين؟ الأوسيليتر 1 بن. الآن لما يكون الأوسيليتر هو فعلياً RC، الأوسيليتر بن 2 إيش ماله؟ مش مستخدم. لكن شو وظيفته في هاي الحالة؟ لاحظ سلاش كلوك أوت. فلما يكون المايكرو كنترولر كونفيجر تو ورك ان ذا ار سي مود وذ ان ار سي اوسيليتر، السكند اوسيليتر بن فعليا بيكون اوتبوت، بكون قاعد بيسوي ايش؟ اوتبوت لبيريديك سكوير ويف اللي هي مين؟ اف اوسيليتر على 4. هلا هو هون راح يكون طالع من عنده ايش؟ اف اوسيليتر بناء على قيم مين؟ الار والسي. هلا شو ممكن استفيد منها؟ ممكن استخدمها تو كلوك سمثينج ايلس. فزي كأن المايكرو كنترولر عم تسوي جنريشن للكلوك الاف اوسيليتر، وبتقدر تعطيني كاوتبوت اف اوسيليتر على 4، ممكن احتاجها واستفيد منها بشيء اخر. ممكن مثلا. تمام. طيب فهذا شيء مهم. الان الاوبشن الثالث اللي ممكن اسويه انا حتى ادخل بيريديك سكوير على ويف على المايكرو كنترولر، اني فعليا اجيب الكلوك جاهزه من مكان اخر، جاهزة من مكان آخر. طيب كيف بدي أفهم المايكرو كنترولر إنه أنا ما بدي هذا المود ولا بدي هذا المود؟ إنه خلص الكلوك جاهزة. You don't have to complete the circuit. ما في option في الconfiguration world لهذا الحكي. هم في four options. وهذا مش واحد منهم. طيب كيف بدي تفهم المايكرو كنترولر هذا الحكي؟ بكل بساطة بحكي لي إذا أنت اخترت
واحد من الاوبشنز تبعت الكريستال ال بي او الاكس تي او الاتش اس، لكن خليت هذا البن اوبن ما شبكته، يعني اخترت انه يشتغل مع كريستال بس فعليا ما شبكت البن الثاني، فهي لحالها بتفهم انك الكلوك جايه اكسترنال، الكلوك جايه اكسترنال، ممكن تجيبها من فانكشن جنريتر، ممكن تاخذها من سيركت جاهزه هي عم تعطي، ممكن يكون في كلوك اوسيليتر سيركت للسيستم كله الكبير، وقاعد بعطي كلوك للمايكرو كنترولر، كلوك لأذر تشيبس موجودة في السيستم. فيو كان درايف أو كلوك للمايكرو كنترولر with an external clock، تقدر تجيبها بهذا الشكل. كيف تفهمها بالconfiguration web؟ اختار crystal option مع أنك تخلي second pin of the oscillator open. هاي رسمة من الداتا شيت بتورجيني الـ oscillator frequency dependence on power supply. برضو الـ power supply بيلعب دور، لأنه قديش لازم يوصل للماكسيمم، قديش بده وقت ليوصل للماكسيمم. فمثلاً معطيني هون إنه قيمة الـ power supply بين 2 و 2 ونص، ومعطيني قيمة الـ R، ومثبت الـ C على 100 بيكو فرد، والـ microcontroller is operating in the RC mode. يعني بورجيني كيف الـ frequency اللي عم بحصل عليها بالإيش بالكيلو هرتز، يعني واضح إنه في تغير بالفريكوانسي. تمام. طبعا موضوع الأوسيليتر كتير مهم، لأنه بدون أوسيليتر ما بتشتغل، ما في، عطيتها باور عطيتها البرنامج بنيت السيستم، بدون أوسيليتر there is no operation، فلازم ننتبه عليه لما أبني السيستم على أرض الواقع. آخر شغلة بدنا نحكي عنها برضو إلها علاقة في البنز اللي هو الباور سبلاي. معنا حكينا من البنز اللي هي مين؟ الباور سبلاي. وهي التابل بتورجيني بعض الالكتريكال كاركترستيكس تبعت المايكرو كنترولر بشكل عام. فمثلا بيجي بحكي لي عن السبلاي فولتج، فهو اللي هو بسميه VDD، البن تبعه اسمه إيش؟ VDD فعليا. فبيعطيني هون القيم، يعني ال 16LF84 مالها المينيموم فاليو تبعها 2، تشتغل على 2 فولت اللي هي الاكستندد ال L، تتذكروا اكستندد سبلاي رينج، فهي بتقدر تنزل بالفريكوانسي لقديش بالفولتج عفوا ل 2 فولت، وماكسيمم 5.5 فولت. بينما ال 16A84A بدها 4 فولت مينيموم وماكسيمم 5 فولت، او مينيموم بدها 4.5 فولت وماكسيمم 5.5 فولت. شو الفرق بيناتهم هدول؟ بتطلع هون الكونديشن، لما تكون مشغلها ب XT RC مود او LP اوسيليتر ممكن تشتغل على 4، بكفيها 4، بس لما تشتغلها على HS، شو ال HS؟ هاي سبيد، يعني هاي فريكوانسي، بدها 4.5. ليش؟ عشان تعطيك باور اعلى، مزبوط، بدك تشتغل على فريكوانسي اعلى بدك باور اعلى. فاي مثلا ملاحظه من هذا الجدول اللي هو من الداتا شيت، مثلا هاي مثلا حكينا عنها لما حكينا عن الريست سيركت، عن الفي دي دي رايز ديتكت سيركت. هون شو بحكي لي؟ في دي دي رايز ريت تو انشور انترنال باور اون ريست سيجنال. تتذكروا حكينا انه في عندنا الفي دي دي رايز ديتكت، اول ما يشوف انه في فولتج عم بيطلع بيطلع سيجنال لها فتره معينه، تفهم المايكرو كنترولر انه انت بالريست ستيت. فحكينا اذا كانت الباور سبلاي سيء، شو يعني سيء؟ انه الريت اوف تشينج تبعه بطيء، بدي وقت اكثر عشان اضمن الانيشاليزيشن. طيب شو الحل؟ كان اني احط ار سي سيركت على الماستر كلير، افعل الباور اب تايمر، افعل الواتش دوك تايمر، الباور اب تايمر وهكذا. طب شو كانت القيمه الموصى بها من المانيوفاكتشرر انه متى الجأ لهذا الحكي، متى بضطر الجأ له؟ كتبناها برضو هذاك الوقت، انه اذا كانت الريت اوف تشينج اقل من 0.05 فولت بير ملي سكند، يعني الباور سبلاي قاعد بيطلع بريت اقل من هاي القيمه، ينصح بانك تستخدم اكسترنال ار سي سيركت على الماستر كلير، او انك تفعل ايش؟ الباور اب تايمر حتى تطول فتره الريست. برضو من المعلومات الموجودة بهذا الجدول، مثلا الداتا الرام داتا ريتينشن فولتج، يعني شو أقل فولتج بتحافظ لو نزل
شو أقل فولتج للسبلاي، بحيث إنه لو وصلها الباور سبلاي تظلها الرام محافظة على القيم الموجودة فيها. ريتينشن يعني محافظة، ريتين محافظة. فلغاية 1.5 فولت بتضلها محافظة عليه، وفعليا هذا اللي بيصير في السليب مود، هذا اللي بيصير في السليب مود. لازم يضل 1.5 أو أقل. يس. السبلاي كرنت، كل هاي الشغلات اللي علاقة بالفولتج، هون بحكي لي عن الكرنت، قديش بيسحب المايكرو كنترولر بتسحب كرنت ب different conditions for different models أو versions من ال 8.4 16.8.4. فهاي الأرقام بتساعدني مرات أحسب اللايف تايم تبع السيستم، إذا كان مثلا شغال على بطارية، إذا كان شغال على إيش، على بطارية. فهون بيجي يحكي لي مثلا التيبيكال كرنت، مثلا البيك 16.8.4 لو جينا طلعنا هون، في عندي تسحب تيبيكلي 4.5 ملي أمبير لما تكون شغالة على آر سي أو كريستال، وبفريكوانسي 4 ميجا هيرتز، والباور سبلاي 5.5. طيب شو بتفيدني هاي المعلومة؟ لو أنا مشغال على بطارية بعرف قديش سعة أو قدرة البطارية، مثلا بيجي بحكي لي 1000 ملي أمبير أور، مزبوط؟ شو يعني 1000 ملي أمبير أور؟ يعني بتقدر تعطيك 1000 ملي أمبير لمدة ساعة. فإذا أنت عم تسحب 1.8، اقسم 1000 على 1.8 أمبير، بتروح مع أمبير بيعطيك قديش ساعة بتضلها. فهاي الأرقام بتهمني مرات إذا أنا شغال بالtypical conditions اللي هون، تمام؟ فهي نقاط كثير ناس بتغفل عنها. يعني لما يجي يصمم embedded system you need to have some background في electronics, you need some have some background في circuits، لأنه يعني بدك تصمم السيستم صح، مش مجرد هو ليجو ركب القطع واكتب سطرين كود وبيشتغل. مرات المشكلة بتكون إنه في مشكلة بالسبلاي كرنت، مشكلة في الانترفيسينج، إنه مش كومباتبل بين الأجهزة devices اللي موجود. تمام، هذا هاي السلايد يعني مجرد اكزامبل، يعني بورجيني بعد ما خلصنا الحكي عن البينز، بورجيني المايكرو كنترولر والبينز تبعها المختلفه، ومشبوك عليها اشياء كثيره. فمثلا واضح انه مشبوك عندي هون هاي البطاريات، تنتين دبل اي باتريز، تنتين هم 3 فولت، تريبل اي باتريز. تريبل اي قديش بيطلعوا؟ 3 فولت. في عندي مثلا السويتشز، تو سويتشز مشبوكين مع RA3 RA4 مع بول اب ريزيسترز لما تعلمنا. في عندي لايت ايميتنج دايود مشبوك مع ريزيستنس بهذا الشكل على RA2. في عندي هون اذا بتطلع في عندي هون مقاومه، بعدين كاباسيتور، بعدين رايح على الجراوند، والفولتج تبع الكاباسيتور داخل وين؟ أوسيليتر واحد. فواضح إن هذه RC أوسيليتر. إيش كمان في عندي؟ في عندي هون كاتب لي على هذا الكاباستور اللي هو decoupling capacitor، اللي هو لاحظ عبارة عن كاباستور محطوط in parallel مع مين؟ مع الباور سبلاي. هو شنت كاباستور in parallel مع الباور سبلاي. شو يعني decoupling capacitor؟ قديش قيمته؟ 100 نانو فرد، قليل صغير كتير. شو وظيفته هاد؟ إذا لا decouple، ما أخذته بالإلكترونيكس decoupling، coupling decoupling. decouple إنك تفصل شيء، couple مفصل مش اثنين مع بعض، decouple افصلهم. شو اللي بدك تفصله؟ DC عن AC، إنه هذا الباور سبلاي لما تسكره مش بس ضرورة يكون steady زي هيك، ممكن يكون فيه شوية fluctuations، مزبوط، حسب الكواليتي تبعك. فهذا الكاباستر قيمته عالية كثير. شو يعني؟ يعني الامبيدنس الرياكتنس تبعته قديش؟ قيمته صغيرة كثير عفوا، فالرياكتنس تبعته عالية، راح تكون للهاي فريكونسيز، مزبوط؟ فبالتالي راح يصير ايش؟ شورت سيركت، فراح يفصل لي الفلكشويشنز الصغيرة هذه يشيلها. يعني فلتر. فلتر، اكزاكت، سوي فلتر. مش بتشيل اي رقم، اي مش يعني بيبرز سيجنال كامل، مش بي سي بمره دي سي، اذا كانت دي سي يعني يلغيها كامل مش بمره. هلا مش بالضروره حسب الكت اوف فريكوانسي تبعك، مزبوط. يعني هلا ممكن اذا دخلت عليه شيء زي هيك
يصير إشي زي هيك، بقلل من الفاريشنز بس ما بلغيها. يعني الفلترز الواقع الفعلية they are not that crisp، مش والله أي إشي فوق الفور كيلو هيرز بشيله، أي إشي تحت الفور كيلو هيرز بخليه، لا. يعني بكون إحنا بتذكر الكتوف فريكونسي بكون هو 3 دي بي فريكونسي، ما عارفه كيف، بس ما يمنع إنه بمرر إشي قبل وإشي بعد. أوكي، فهذا هي الـ يعني اللي بدنا نحكي من chapter 3. مش كثير صعب chapter 3، بالعكس زي ما حكيت وبكررها مرة تانية، chapter 3 يعطيني أول exposure لإلي على الـ practical side، على الشيء اللي ممكن فعليا عم نحكي عنه اللي هو الـ embedded system. يعني الـ embedded system is not only about writing programs، اللي هو قضينا عليه يعني ثلاثة chapters في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفصل. لازم أنا أعرف يعني الـ embedded system فيه hardware فيه software، فلازم أعرف أتعامل مع هذا الـ hardware. أوكي، any question؟ تمام. فإذا يوم الخميس ما راح يكون في محاضرة، أكيد امتحاننا بوقت المحاضرة، فإن شاء الله يوم الأحد بنبلش ننتقل للجزء الثاني، ننتقل للجزء الثاني من المادة اللي هو فعليا راح تشوف يعني مش صعب. إذا أنت متمكن من الجزء الأول اللي هو مادة المتر، راح تلاقي حالك في الجزء الثاني أنت عم تتعلم بس كونسبت جديد، هاردوير موديول جديدة موجودة داخل المايكرو كنترولر. و40 لأنه راح ننتقل للموديلات الثانية بالعيلة هاي اللي هي الـ 873 والـ 874 والـ 877 اللي هي فعليا فيها options إضافية، فيها integrated hardware modules إضافية زي serial communication زي A to D. فرح نتعرف على بعض هدول الكومبوننتس بالجزء الثاني المادة، فرح نتعرف والله نجي نحكي شو يعني serial communication ككونسبت، بعدين نشوف كيف implemented بالـ PIC 16877 ونكتب برنامج، بعدين نروح على A to D نحكي شان A to D كيف implemented وبنكتب برنامج. طالما بعرف أكتب برنامج ما عنديش مشكلة، لازم بس أفهم الكونسبت الجديد وهكذا. يعني ما في إشي صعب، يعني اللي بيطلع من المتر فاهم كويس، ما تبقى هو أنا بعتبره تطبيقات، تطبيق على استخدام اللي تعلمه. تمام؟ فالامتحان يوم الخميس 12:30 1:30. هلا بدك تحاول، مش بدك تحاول، لازم تكون في القاعه قبل ال 12:30 بحيث ورقتك تكون بايدك 12:30، لانه مده الامتحان ساعه وال 1:30 في مختبرات، فالمراقبين بدهم يطلعوا، فما بدنا ناخرهم عن المختبرات، فلازم تكون في القاعه قبل ال 12:30، مش على 12:30، قبل ال 12:30. راح انزل على التيمز توزيعكم على القاعات برضو عشان نخفف من اللبكة اللي ممكن تصير إنه وين تروح، فرح ينزل وين قاعتك، فرجاء بتروح على قاعتك حتى إنك ما تضيع. إذا بتروح على قاعة تانية أنت بتضيع من وقتك قاعد، فشوف وين قاعتك 12:30 إلى 5 كون، حاول تكون في القاعة أو قبل هيك، وإن شاء الله الأمور ميسرة. الامتحان يعني فيه أسئلة صغيرة سريعة، إشي بعلامتين إشي بثلاثة، فيه أسئلة سؤالين كبار بدك تكتب كود وسؤال تحلل كود. تمام؟ مش صعبين، فأنا عم بعطيك هنس أنا، لا حلل الكود، بسألك أسئلة على الكود، بجيب لك كود وبسألك أسئلة على الكود، أو وفي سؤال بحكي لك بدي إياك تكتب برنامج مثلا يسوي 1 2 3 4. طبعا برنامج يعني لا يتجاوز 10 أسطر، لا 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 يتجاوز 10 أسطر المفروض، ما في وقت، ما فيش وقت أنا كذا. وباقي الأسئلة يعني موزعة 3 علامات علامتين 4 علامات. لا لا، كل شيء راح يكون موجود في ورقة الامتحان، يعني الانستركشن شيت، الستاتس ريجستر، الاوبشن ريجستر، الانتربت كنترول ريجستر، اللي هم الريجسترز السبيشال فانكشن ريجسترز اللي غطيناهم سو فار موجودين معك. عندي سؤال عنه، فما في داعي انك تجيبهم معك ولا في داعي تحفظهم. اوكي، انت بدك تعرف تكون عارف كيف تستخدمه وشو وظيفته. لا أنا حكيت instruction sheet بعطيك إياه. يا وصل هاي طويلة باللاجئ كله كود بس هاي معنا. لا طبعاً محلاك أنت حافظها، شو بدك فيها؟ لا
دكتور هيكون مثلا لما اعطيني الكونفجريشن وورد ممكن كاتب لي السي في ايش استخدامه؟ نعم بكون نفس المعلومات الموجوده على السلايد موجوده معك وين؟ في الامتحان. يعني انت يو دونت نيد تو ميمورايز اني ثينج. انا انت عرف استخدمهم وزياده يعني اعرف استخدمهم بالاول. يعني هي مش جغرافيا احكي لك سمع لي الاوبشن ريجستر، لا ما بزبط. تمام. ففي اسئله فيري ستريت فورورد وفي اسئله شوي صغيره تريكي، بس فحاول انك تحل الستريت فورورد بعدين ارجع ل التريكي. لا 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 امتحان لواحد دارس فوق المتوسط بحله ب 45 دقيقه. انا بعطيك ربع ساعه زياده. تمام؟ اوكي يعطيكم العافيه.